السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يكون الأيام كلها سعيدة، وأبدأ كلام اليوم بتكلم عن حرية الفردية للشخص. قبل ما أخش في الموضوع ده وهو مهم جدا جدا جدا، أنا حصلت لي حادثة أمس، أو حادثة يعني خاصة جدا وألمتني، فقلت أما أشارك نفسي فيها معكم. كان عندي موعد مع شخصية مرموقة أمس، ولما ذهبت إلى المكان لألتقي بهذه الشخصية بدون ذكر أسماء، يعني هي شخصية رسمية، ما قابلنيش. فاكتشفت فيما بعد كان في سوء تفاهم، في معلومات ناقصة راحت لهذه الشخصية، فكنت مش مبسوط، يعني كنت زعلان او حسيت كده بالقهر يعني. لكن وانا راجع في القطر كنت بكتب كلمة اسمها مشاكلنا في العالم العربي والاسلامي، فلقيت ربنا سبحانه وتعالى وانا راجع في القطر علشان ما انشغلش بهذا الشيء من الاحباط، نزل علي زي ما تقولوا سيل من الكتابة، وأنا في القطر قاعد لوحدي في هذه الرحلة إلى أن وصلت لبرمنغهام، فانتهيت من كتابة الورقة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان عندي موعد مع مؤسسة من المؤسسات، ما كانتش هتشترك معنا في أحد المؤتمرات المهمة، كنت رايح لهم عشان إيه، احاول اقنعهم بتغيير رايهم، فالحمد لله نجحت. فتحولت الكآبه والاحباط الى يعني موتيفيشن، يعني الواحد اصبح سعيد اكتر مما كان من قبل. لما بقيت افكر في ايه اللي حصل ده، وكيف ان تحول الامر من كآبه الى حماس، لقيت ان في الليله اللي قبلها قبل ما اروح لندن عشان اقابل المسؤول ده، كان عندي ارق بالليل وما عرفتش انام، فاستعنت على الارق بالصلاه والسلام على رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم طول الليل. فشعرت ان الاختبار ده اللي حصل لي ما بين الاحباط وما بين الحماس هو بفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بس تذكرة لنا كلنا، إن من جعل كل صلاته للرسول صلى الله عليه وسلم وفي وكفي. نخش في الموضوع بتاعنا بتاع اليوم اللي هو أنا حرة. أنا حرة ده كان فيلم وكانت قصة لروائي اسمه إحسان عبد القدوس، كانت البطلة بتاعتها الممثلة المشهورة دي اسمها لبنى عبد العزيز، كانت في صراع نفسي مع نفسها، انها كانت هي صغيرة السن وكانت في المدرسة الثانوي، كان في ابوها وامها منفصلين عن بعضهم، هي كانت عايشة مع عمتها وعايزة تبقى حرة تعمل كل شيء في حياتها دون ان يكون عليها رقيب، لكن ضميرها اللي موجود في الصورة دي كان دايما كل يوم تتصارع معه في الضمير، كل شيء تعارك مع عمتها وجوز عمتها، انا حرة انا حرة انا حرة انا حرة، الى ان ذهبت تعيش مع والدها، فوالدها ادها الحرية الكاملة، فكان كل ما تسأله عن شيء يقول لها يا بنتي انت حرة اعمل اللي انت عايزاه، فاصبحت الحياة بالنسبة لها مملة ما فيهاش اي تشوق او اي تحدي او اي اختبارات. أما ننظر للتعريفات الحرية كثيرة، في الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم إلى آخره، بس التعريف اللي احنا هنتفق عليه كلنا غير العبودية اللي هو حق الفرد في أن يفعل ما لا يضر الآخرين، من حقك أن تفعل كل شيء لا يضر الآخرين، من حقك أن تفعل كل شيء لا يضر الآخرين.
الحريه ما فيش حاجه اسمها حريه مطلقه. حتى الانبياء ما كانش عندهم حريه مطلقه. بمعنى ايه؟ بمعنى في الحديث بتاع الشفاعه ده نجد ان لما الناس راحوا لسيدنا ادم وكان هو الوحيد المخلوق البشر في الجنه هو وحواء، لم يكن حرا ان يفعل في كل شيء فيها كل شيء، لكن في حدود. احد الحدود دي اللي هي الا تاكل من الشجره. فرفض يعطي الناس الشفاعه لانه اغضب ربه واكل من الشجره. سيدنا نوح رفض يعطي الشفاعه للناس لانه دعا على قومه في نفس الحديث. سيدنا ابراهيم رفض يعطي الشفاعه لانه يقال في نفس الحديث المرمي هنا انه كذب اكثر من كذبه. سيدنا موسى قتل المصري فقالوا اذهبوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعطيكم الشفاعه. حتى سيدنا محمد في سوره عبس وتولى، يعني صلى الله عليه وسلم كان اجتهاده ربنا صححه في نزول هذه السوره لما هو اجتهد في حق عبد الله ابن مكتوم وما قبلوش وقابل وجهاء قريش. فما ننظر لكل هذه الاشياء ان حتى الانبياء ما عندهمش حريه مطلقه حتى ولو كانوا معصومين من الخطا كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده هو انا ليه ببدا الحديث ده؟ لان كتير جدا على الفيسبوك وعلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي ارى بعض الشابات والشباب عندهم ارتكاريا كده، زي ما يكون الواحد فيهم عنده برغوت بيقرص فيه او بيقرص فيها او املة او اكلانة او اي حاجة، بس عايزين ايه يعملوا حاجات كده. انا بقى المشكلة في الوقت ده ان احنا في الستينات والسبعينات في جيلنا كان كمية الوعي الديني مش كالآن. كمية الوعي الديني بالنسبة لنا جيل الستينات وجيل السبعينات وجيل الخمسينات كان اقل بكتير جدا لقلة التواصل مع العلماء. فكان عندنا اشياء كنا بنعمل اشياء تافهة طبعا، لكن لما انظر للحديث اللي بتطلقها بعض الاخوات البنات يعني بالذات انا حرة انا حرة انا حرة، احس ان في شيء من ضعف في الشخصية، ضعف في الادراك، ضعف في الوعي، ثورة على شيء مش من مكون المجتمعية، يعني في اللبس يعني مش عايزين نختلف على شكل الحجاب وطول الحجاب واسر الحجاب ولا اللحية ولا البنطلون الى اخره، قدر ما عايزين نتفق على كيف نبني الاوطان وكيف نبني المجتمعات وكيف نكون منتجين في مجتمعاتنا. فاللي خلاني ابدأ بالحديث ده كده ليه؟ اللي هو بعض التعبيرات لبعض الفتيات او بعض الشباب اللي اعتقد هم يعني قد يكونوا عندهم بعض الصواب فيها ولكنها تصرفهم عن الهدف الحقيقي من في حياتهم المجتمعية. مقاومات الحرية الشخصية هي ايه؟ اول حاجة يكون عندي مجتمع مدني قوي يحمي الحرية. اوعوا تنسوا يا شباب ان اللي هيحمي حريتكم مش الحكومة، مش رئيس، مش وزير، مش مسؤول، مجتمع مدني قوي انتوا تبنوه. ده اللي هو المناخ. مجتمع مدني قوي اللي هو المناخ. اما المقاومات الشخصية فيا انا شخصيا كبنت او انا شخصيا كرجل هو كالآتي. التعليم قد يكون منظومة باسيف يعني سلبية او منظومة ما هيش متحركة، اصبحت قانون من الحكومة انها لازم اتعلم. لماذا؟ عشان امحو الامية بتاعتي، عشان بحارب الجهل. فمش كل من تعلم وخرج من الجامعة اصبح معلما. احنا بنتعلم عشان نتكسب وناخد وظيفة ونتجوز. فقد يكون التعليم هو طريقة من الطرق الباسيف اللي هي مش اكتف علشان نمحي بيها الامية بتاعتنا. دي اول درجة في معرفة الحرية الشخصية.
تاني درجة تعليم من أجل التعلم، ودي درجة أعلى، لأن أنا بتعلم ها لكي أعلم الآخرين، أو بتعلم لكي أنشر العلم، أو بتعلم لكي أجعل العلم منظومة مجتمعية، أو أتعلم لكي أطبق العلم في المجتمع. يبقى أما نبص المقاومات بتاعتنا الحرية الشخصية، أول حاجة أتعلم عشان أمحو الجهالة، تعليم من أجل محو الجهالة، ثم أتعلم لنشر العلم، ثم أتعلم لأفهم، لأفهم مناحي الحياة، أفهم مناحي الحياة وأتعامل معها في كل مناحيها ومكوناتها. قد لا أكون متخصص فيها كلها، بس على الأقل إن أنا أكون عارفها. يبقى تعليم ثم تعلم ثم فهم، والتعليم من أجل أيضا بعد الفهم الوعي. لما نصل لهذه الدرجة نجد أن مستوى وعي الشباب الآن لابد يكون أكثر من مستوى وعينا إحنا في الستينات والسبعينات والثمانينات. مش نتكلم على طول الحجاب وأثر الحجاب والحجاب الديكولتي والحجاب أبو قصة والحجاب الأحمر والأزرق، كل الحاجات دي كلها تعتبر جزء من رسالة وليست الرسالة كلها. لابد أن ننظر للمجتمع الذي نريد أن نبنيه، الوعي، ننشر الوعي في المجتمع، ودي رسالة الأنبياء. رسالة الأنبياء هي نشر الوعي بين عموم المجتمع بغض النظر عن أنهم كبار أم صغار، وجهاء أم فقراء، نساء أم رجال، متعلمين أم جهلة. لذلك من أتباع الأنبياء كانوا العبيد والخدم والسادة والنساء والرجال والشباب والكهول، أي كانت ورسالتهم المجتمعية في رفع الوعي عند كل هذه الأعمار في المجتمع. إذا وعيت أدركت الخطر في المجتمع وأتصدى له، إذا وعيت أدركت الخطر في المجتمع فأتصدى له، ما اشغلش نفسي بقى بالأشياء اللي الواحد بيشوفها على الفيسبوك دي، وكل شوية 50 أو 100 أو 200 أو 1000 رد من الشباب وإهدار لكثير من الطاقات. الواحد بيزعل ليه؟ لأن دي بتجعلك تخرج عن منظومة الفهم والوعي والإدراك من أجل بناء المجتمع ومن أجل الحفاظ على مجتمع مدني قوي كما تكلمنا. بعد كده هو إيه عواقب الحرية؟ أهم شيء في المناخ اللي حوالينا زي ما قلت في الأولى، وجود مجتمع مدني قوي، هنا في دي من العوائق غياب دور المجتمع المدني في المجتمع وتهميشه ومحاربته، ده المناخ. فبنجد نسبة الجهل، الجهل هو أهم عائق ها في المحافظة على حريتك. شيخ جاهل، السيس جاهل، حبر جاهل، لكن اعتلى كرويبدة من الرويبدات الفتوى في الأمور الدينية، سواء كان في الإسلام أو في المسيحية أو في اليهودية إلى آخره، أو في الاقتصاد أو في السياسة أو في الزراعة أو في أي شيء. جهل، ليس كل متعلم عنده دكتوراه أو ماجستير هو يعلم الأمور المجتمعية، هو أخذ شهادة عشان يتوظف بها ويزداد بها مرتبه ويقال أنه الدكتور فلان والأستاذ فلان، لكنه جاهل. الجهل ليس أمية، الجهل قد يكون إنسان قرأ وكتب ووعى وأخذ شهادات، لكنه جاهل بالمجتمع وجاهل بالأمور التي تحيط به. تاني شيء من معوقات الحرية الفساد في المجتمع، فساد إداري، فساد أخلاقي، فساد قيمي، كل هذه الأشياء تجعل هناك أناس يتسلطون عليك لأنهم في يدهم السلطة، فيقودون من حريتك ويفرضون عليك أشياء غير كريمة. الأمر الثالث التشدد الديني
وتسييس الدين. تسييس الدين ده مش معناها بس الدين واحد، كل الأديان إن سيست تشتت المجتمع، وإن سيست حدث صراعات داخلية داخل المجتمع، وإن سيست انقسم أتباع هذا الدين أقسام كثيرة وعدة. فلذلك نقول للعلماء أنتم أعلى من السياسة، سواء كنتم أنتم مشايخ وعلماء مسلمين أم قساوسة أم أحبار، ليس لكم في السياسة شيء، وإلا ستحرقكم السياسة وتحرق كنائسكم وتحرق مساجدكم وتحرق معابدكم. لماذا؟ لأن السياسة شيء لابد أن لا يستغلها أصحاب التشدد الديني لكي يكتسبون إيه؟ المكاسب الدنيوية باسم الدين. الصدمات اللي داخل المجتمع زي ما أنا قلت قبل كده، صدمات عرقية، صدمات تاريخية، صدمات ثقافية، وكل هذه الأشياء سواء كانت صدمات فكرية أو صدمات مسلحة كما نرى دلوقتي بين الأحزاب المختلفة أو المذاهب المختلفة أو الأديان المختلفة في أماكن مختلفة. فالذي يقود الحرية المناخ بتاعه هو غياب دور المجتمع المدني، ولا أقول في هذا الأمر شيء مهم جدا، غالبية الدول في العالم العربي والإسلامي تقود حرية المجتمع المدني الذي يبعث فيما بعد على الجهل والفساد والتشدد الديني والصدمات. محددات الحرية، ما فيش حرية بلا سقف أبدا، حتى سيدنا آدم هو في الجنة كان هو الوحيد هو والسيدة حواء عليهم السلام، لكن كان في حدود لحياته كفرد، لأن في مخلوقات أخرى تعيش حوله هو لا يرى ولا يشعر بها، لكن ربنا حط حدود ليه. فهي محددات الحرية، لأن ما فيش حرية مطلقة لأحد، لجنس، لزعامة، للون، لعرق من الأعراق، لدين من الأديان على الآخرين. في وده كان جزء من الصراع النفسي في الفيلم اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع أنا حرة، الأعراف والتقاليد جزء من المكونات المجتمعية التي تصنع ثقافة المجتمع، سواء كانت أعراف وتقاليد نقبلها أو لا نقبلها لابد أن نتعامل معها. ثقافة المجتمع اللي احنا نتعامل فيه، أنا كنت أتذكر أحد اللي هم بنسميهم الملحق أو المستشار الثقافي، مش هذكر اسم الدولة اللي هو جاي منها، كان لما جي قعد مع بعض الطلبة من دولته في آخر السبعينات قال للطلبة اللي عنده أنا عايزكم لما ترجعوا البلد وانتوا ماشيين في الشارع الناس اللي في الشارع يحسوا انكم جايين من بريطانيا، انكفاء وانهزام لشخص انبهر بحضارة واراد ان يغير كل شيء من اجل انبهاره هو. دي نمرة واحد. نفس الشخص او غيره كان بيتكلم عن العورات، قال لا يوجد اي مانع من أن يمشي الإنسان منا عاريا، لأن هذه الأعضاء التي تظهر منه لا فرق بينها وبين العين والأذن والأنف والمنخار، وهو غير في هذا ثقافة وأعراف الأديان وقيم وأخلاقيات الأديان. نتكلم عن الثقافة، القيم المجتمعية المتعارف عليها دي محدد من محددات الحرية. أنا قلت القيم المجتمعية في الخمسينات تختلف عن القيم المجتمعية في السبعينات، تختلف عن القيم المجتمعية في الألفية الثالثة. تاريخ ومجد الوطن بتاعك، إن وطنك صنع حضارة، فأنت بترتقي بنفسك لكي تكون من أبناء صناع هذه الحضارة بأخلاقك. قيمة الوطن بتاعك بين الأمم حاليا، هل قيمة الوطن حاليا هي في قاع المجتمعات في قاع الأوطان وأنت تريد أن تقوم بها إلى وترتفع بها إلى أعلى القمم؟ الأخلاق زي ما كلمنا مع بعض قبل كده هو
يعني الأخلاق اللي نتكلم عنها دي هي مقوم أو محدد من حدود الحرية. أنا عايز أشغل الموسيقى طول الليل وجنبي مستشفى، أرقص وأزغرط وأعمل طول الليل وجنبي مستشفى، أو أعمل فرح فوق السطوح أو في البيت وأعمل دوشة والناس عايزة تنام، أو في موسم الامتحانات. كل هذه الأشياء تجعل من المرء أنه ليس حرا حتى في الاحتفالات المباحة، ولا بد أن يحافظ على إيه جيرانه وأصدقائه ومعارفه. يبقى احنا بنتكلم عن الأخلاق في التعامل مع الناس، والعقيدة بتاعتك أيضا هي تعتبر من محدد من محددات الحرية. يبقى بنتكلم عن الحرية هنا عند الشباب اللي موجودين وعايزين ياخدوا حرية مطلقة، أو بيتكلموا في كلام تافه. أنا أتكلم من كلام تافه، يعني نجد أمة اقتصادها بينهار، أمة ما فيهاش أمن ولا استقرار، وأمة ما فيهاش اتحاد على رؤية معينة. والشاب بيتكلموا ألبس ده ولا ما ألبسش ده، امبارح كلت كوسة والنهاردة كلت بطيخ، يعني كلام حتى في الكلام أنت بتضيع وقتك، وبتضيع وقت إيه من يقرأ عنك. وبنحس إن الناس مع زيادة وسائل الوعي الديني وزيادة وسائل الوعي السياسي والوعي المجتمعي، إلا إن الشباب بيمسك تفاهات الأمور. أنت مش حر عشان تبقى تافه، أنت مش حر عشان تبقى إمعة، أنت مش حر عشان تبقى شيء لا يذكر، لأن أنت تعتبر أغلى شيء الوطن لابد أن يستثمر فيه. أنت إرث المستقبل للأحفاد فيما بعدك، فلابد ألا تنشغل بسفاسف الأمور. ومن الأشياء اللي في اللي بي 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 بيمشي فيها الشباب ويغلو فيها ويتغالوا فيها، هو شباب يبكي على فريق كورة خسر ويقعد يصوت ويكفروا بعضهم انت مش عارف تتابع الفريق ده، وانت تبع ايه الهبل اللي احنا بنتكلم عنه ده دلوقتي. وكل الشعوب العربية وكل الدول العربية كل المجتمعات العربية او الاسلامية مليانة مشاكل كبيرة نتكلم عنها في كافة مناحي الحياة فيها. فلابد حتى ولو انت قادر، أنت لست حر في أنك تصبح تافه، أنت حر، أنت لست حر في أن تصبح إمعة، لست حر في أن تصبح ليس لك دور في الحياة، لأنك عندك وطن وعندك قيم وعندك تاريخ وعندك مثل وعندك أخلاقيات وعندنا إرث كبير جدا. أنا مش حر في أن أضيع وقتي وأضيع حياتي في تفاهات الأمور وفي كلام يعتبر سفيه من كلام السفهاء والناس اللي احنا بنسميهم رويبضات اللي احنا بننتقدهم، ولا أتعلم كيف أبني وطني وكيف أبني مجتمعي وكيف أحافظ على قيم ومثل وأخلاقيات المجتمع. يبقى دور المجتمع اللي هو مقودات اللي هو محددات الحرية، الأعراف والتقاليد، الثقافة، القيم، تاريخ وامجاد الوطن، قيمه الوطن بين الام، الاخلاق والعقيده، وانا الدور بتاعي انا دوري ايه كشاب وكشابه. اقعد مع نفسي مش اتفرج عليها قدام المرايه، اقعد على نفسي، مش نفسي مش هي الصفحه اللي انا فاتحها دي، لا، نفسي اللي انا ببني بيها المجتمع، نفسي اللي أنا بقوم بيها المجتمع، نفسي اللي أنا بأنتج بيها للمجتمع، مش نفسي الأمارة بالسوء، مش نفسي التافهة الضالة، لا أبدا. أنت لست حر وأنت لست حرة فأنت تضيعي وقتك وتضيعي مقدراتك ومقدرات الدولة. حتى لو اختلفنا مع النظام السياسي في الدولة، نحن لسنا لنا الحرية في أن نضيع أوقاتنا،
إن أردنا أن نحدث إصلاح مجتمعي علينا أن نحول الحرية إلى بناء مجتمعي. في بعد كده حاجة، ونرجع مرة أخرى ننظر لهذه الكلمة من الأول مرة ثانية. للحرية تعريفات كثيرة اتفقنا فيها على تعريف واحد، هو من حق الفرد أن يفعل ما لا يضر الآخرين. من حق الفرد أن يفعل ما لا يضر الآخرين، ومن عندنا ليس من حق الفرد أن يضيع حياته ولا يبني مجتمعه. نمرة اثنين، حتى الحرية المطلقة لم تعطى للأنبياء. حتى الحرية المطلقة لم تعطى للأنبياء. نمرة ثلاثة، مقومات الحرية الشخصية التعليم، ويختلف عن التعلم، لأن التعلم هو الرغبة في تعليم الآخرين وتحويل العلم إلى منتج مجتمعي. الفهم، ليس كل صاحب دكتوراه فاهم الحياة معناها إيه. بعدين الوعي، وبعدين الإدراك، عشان يحدث تغيير مجتمعي إيجابي في ظل مجتمع مدني قوي يستطيع أن يحافظ على الحرية. حذار يا شباب أن تضعفوا المجتمع المدني وتضعفوا مؤسساته. عوائق الحرية، غياب المجتمع المدني، ده المناخ، ومن معه اللي بيؤدي إلى الجهل والفساد والتشدد الديني والصدامات. دي عوائق. عوائق. اللي بعدها اللي هو محددات، مفيش حرية بدون حدود. مفيش حرية بدون حدود، والحدود بتاعت الحرية بتاعتنا ترتبط بالأعراف والتقاليد، بالثقافة، بالقيم المجتمعية، بتاريخ وأمجاد وطننا، تاريخ وأمجاد وطننا، قيمة الوطن بتاعنا بين الأمم، أخلاقنا وعقيدتنا. كل هذه الأشياء تجعلنا نذكر أنفسنا بأننا لسنا أحرار فأن نضيع أوقاتنا ونضيع طاقتنا ونضيع مقدرات الوطن. لأن كل دقيقة بتضيع على مجتمع فيه 100 مليون أو 200 مليون تعتبر 100 مليون دقيقة. كل ساعة بتضيع على مجتمع فيه 100 مليون أو 200 مليون تعتبر 200 مليون ساعة. احسبوا قيمة ال 200 مليون ساعة اللي بتضيع كل يوم، جست لو احنا اذا فقط احنا اضعنا ساعة واحدة. فانت لست حر، وانت لست حرة في ان نتحدث في التفاهات ولا نرى الصورة الكاملة للمجتمع، ويصبح لنا دور لاننا تعلمنا نعلم ونفهم ونعي ثم ندرك فنحول المجتمع التحويل الايجابي المرجو من اجل بناء النهضات والحضارات. لسنا أحرار حتى في حريتنا الشخصية، في إضاعة أوقاتنا وإضاعة أموالنا وإضاعة مقدراتنا وإضاعة مجهودنا وأفكارنا. حرية معناها بناء، حرية معناها تكامل، حرية معناها عطاء، حرية معناها بذل، حرية معناها خفض جناح، حرية معناها رؤية شاملة نستطيع من خلالها أن نصنع حضارة ونصنع حياة كريمة لمن بعدنا ولأبنائنا ولأنفسنا. حرية مش زينة، حرية مش موضة، الحرية مش نيو لوك. اللي عايز يلوك 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 يتكلم عن نيو لوك فقط. حرية مش ضربة موس في الرأس، او حصان، دي الحصان اللي نحط عليها، او عش العصافير اللي نحطينه في راسنا، دي مش حرية. جزء، انت اعمل اللي انت عايز، بس في الاخر ابني الوطن. مش فقط شكل الشعر او شكل الحجاب او طول البنطلون او طول اللحية او لون اللحية او حط الكحل في عينيا كرجل بالطريقة دي او كذا وكذا وكذا. كل هذه الاشياء لابد أن يكون معاها برنامج لبناء المجتمع. أختم وأقول نحن لسنا أحرار في أن نضيع أوقاتنا ومقدراتنا ومجهوداتنا في التافه من الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي غدا إن شاء الله في نفس الموضوع،
الساعة 1 ظهرا توقيت لندن. tomorrow we'll meet at 1 o'clock إن شاء الله. is I'm free is the title of the talk tomorrow. 1 o'clock London time, 3 o'clock Mecca time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.